ساعات قبل دخول المدرسية، التحضيرات الأخيرة التي قامت بها وزارة التربية. أسعد باستضافة السيد عبد الحكيم زيتوني، مستشار تربوي. أهلا بكم أستاذ عبد الحكيم زيتوني. شكرا جزيلا، أهلا بك أختي إيمان. وأسعد أيضا باستضافة عبر الهاتف السيد سعيد بن سالم، المفتش العام للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية. أهلا بكم سيد بن سالم. شكرا على هذا الاستضافة. العفو، كنا نود لو تحضر معنا في الاستوديو لكن لا بأس. بداية نبدأ معك أستاذ سعيد بن سالم، قبل أن أعرج الأستاذ عبد الحكيم الزيتوني. فيما يخص تحضيرات وزارة التربية، اتخذت مجموعة من الإجراءات لإنجاح دخول المدرسي. هل تم التحضير الكلي لهذا الدخول المدرسي الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى ساعات قليلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود أن أشير إلى أن وزارة التربية شرعت في تحضيراتها للموسم الدراسي بداية من شهر فيفري ومارس، وفي هذا الإطار اتخذت جملة من الإجراءات والتدابير، من أهمها إجراء المسابقات، مسابقات التوظيف ومسابقات الترقية إلى مديري المؤسسات والمفتشين، كلها قبل الدخول المدرسي. ومن ثم تم تحضير الأساتذة الجدد في تكوين أولي للدخول الاجتماعي للمدرسي، وكذلك اتخذت إجراءات عملية تنفيذية مع مديري المؤسسات ومديري التربية، وهي إنجاز الكثير من العمليات التي كانت تنتظر السنة بداية الدخول المدرسي كالتسجيلات وإنجاز استعمالات الزمن وتوفير الكتاب المدرسي إلى غير ذلك. فهذه الإجراءات اتخذت ونفذت في شهر جويلية، وما بقي لنا إلا أن نستقبل أبناءنا التلاميذ. إذن في أيكم انتهت عمليات التسجيل السيد بن سالم؟ نعم، الكثير من العمليات انتهت، وهذا ما سنقف عليه إن شاء الله غدا من خلال ما قمنا به في المفتشية العامة والمفتشية العامة للبيداغوجيا من تكوين لجان ولائية لمتابعة الدخول المدرسي، ومن ثم مدنا بكل صغيرة وكبيرة عن ما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه في كل مؤسسات عبر التراب الوطني وفي جميع مراحل التعليم. نعم أستاذ بن سالم، تحدثتم قبل قليل عن إنجاح الدخول المدرسي بتوفير الأساتذة لكل الأقسام. يعني القرار الذي اتخذته وزارة التربية هو الاعتماد على الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين. هل تم الانتهاء من هذه العملية وتم توفير كل أستاذ في كل الأقسام؟ نعم، فعادة نحن كل سنة دراسية نوظف عدد كبير ولا بأس به من الأساتذة الجدد، ولكن في الكثير من الأحيان نجد أقسام بدون أساتذة. نعم، نجد مع بداية السنة الدراسية أن بعض الأساتذة سواء خرجوا للتقاعد أو التقاعد المسبق أو استقالوا أو تحولوا إلى الجامعات، يعني هناك الكثير من الحالات، وبالتالي فالتعليمات أعطيت لمديري التربية أنه لا يبقى تلميذ بدون أستاذ، وذلك باللجوء سواء باللجوء إلى القوائم الاحتياطية من أجل تعويض المتخلفين أو الاستخلاف أو المتعاقدين إلى غير ذلك، فيجب توفير الأساتذة للتلاميذ. نعم، وهل تم ربما الانتهاء من هذه العملية توزيع الأساتذة على الأماكن الشاغرة وتوفير كل أستاذ في كل الأقسام؟ نعم، الكثير، كل المديريات التربية اتخذت هذه الإجراءات ونفذتها، وسنجد إن شاء الله الأساتذة أو في أقسامهم والتلاميذ كذلك في أقسامهم، وهذا ما قلنا سوف نتابعه بحذافيره غدا. فالمفتشيتين العامة للبيداغوجيا والمفتشية العامة للإدارة والمالية يتابعون عن كثب كل صغيرة وكبيرة بدون المرور على الإدارة، يعني مباشرة في المؤسسات التربوية، وسيمدوننا بكل كبيرة وصغيرة حول هذا الموضوع. وإذا وجدنا أن هناك ما زالت اختلالات في بعض المؤسسات وفي بعض الولايات، فدور هذه اللجان الولائية هو حل هذه الإشكالات محليا مع مديري التربية ومديري المؤسسات،
وتبليغ الوصاية بكل ما هو موجود في الميدان. نعم، يعني في اللجان الولائية ليست بالأمر الجديد، هل في ربما مصالح جديدة التي تضمن متابعة هذه العملية؟ لا، لأنه كان في لجان ولائية في السابق، لكن كان دائما هذا المشكل للأساتذة، نقص الأساتذة في بعض المؤسسات التربوية، ليس كل المؤسسات التربوية، وهو ما شاهدناه خلال الامتحانات نهاية السنة الفارطة. نعم، هو ربما سنجد هناك تخلف لبعض الأساتذة، هذا وارد، وأعطيت في هذا الإطار تعليمات بالنسبة للأساتذة الجدد 15 يوما من أجل تعويضهم وإقصائهم نهائيا، وبالنسبة للأساتذة القدامى 48 ساعة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية. هذا بالنسبة للأساتذة الذين عينوا مباشرة يعني في قبل بداية الدخول المدرسي. نعم. أما إن كان هناك شهور فقلنا سوف يعوض في حينه في بالمستخلفين والقوائم الاحتياطية. نعم، ابقى معنا أستاذ سعيد بن سلم، أعطي الكلمة فقط الآن للأستاذ عبد الحكيم الزيتوني، مستشار تربوي وأيضا مدير، وأستاذ أرحب بك من جديد. بداية أستاذ عبد الحكيم الزيتوني، ما هي آخر التحضيرات التي قمتم بها لاستقبال التلاميذ غدا إن شاء الله؟ نعم، وهل تمت عملية تسجيل كل التلاميذ في الأقسام؟ هناك بعض التلاميذ المتأخرين في التسجيل، هذا طبيعي، في كل سنة هناك تأخير في بعض التلاميذ. نحن في مثلا ثانويتنا هناك 1200 تلميذ، يعني تقريبا حوالي 1000 تلميذ سجلوا أو 200 متأخرين، هذا كل عام يصير هذا الشيء، كان اللي راه في الخارج، كان اللي مازال ما دخلوش، كان اللي متأخرين يعني. أما الدخول، تحضير الدخول، فقد قمنا بإنشاء جدول التوقيت رغم أنه شوية صعب يعني لإنشائه، لأنه جدول التوقيت لما نلقى بعض الأساتذة ب 18 ساعة أو 20 ساعة لعدم وجود مناصب كثيرة، احنا مضطرين باش نوزعوا على المناصب اللي يكونوا عندنا. مثلا نفتحوا مناصب أربعة ويكون عندنا 6 أفواج مثلا نهائي، وعندنا 44 فوج وعندنا 104 أساتذة. إذا هنا توقع فيه مشكل، يطرح مشكل يختلف ما بين مادة إلى أخرى. نعم، فيما يخص الأساتذة، هل في ربما هل تم تعيين الأساتذة على الأقسام؟ هل في نقص في الأساتذة على مستوى مؤسستكم؟ نعم نعم، هناك نقص كما قال السيد المفتش، وأحييه من هذا البلاطو، أن هناك نقص طبيعي جدا، لأن الإنسان يخرج تقاعد، أو والأغلبية الأساتذة يعني طلبوا التقاعد، كاين مسبق وكاين تقاعد نهائي. نعم. وإذا أصبحنا في مناصب، وجدنا مناصب شاغرة، وكما قال السيد المفتش هناك مسابقة توظيف حدثت في شهر فبراير، وأعطوهم تعيينات مؤخرا للالتحاق بالمناصب تاعهم. ولكن نقول باللي كان يتكلم على المتعاقدين والمستخلفين، هذا حل يعني أرجو من الوزارة أن تتخذ إجراءات، لأن المستخلف أو المتعاقد يمكن أن يشتغل في مدرسة ابتدائية أو متوسطة، لكن ثانوية الإنسان اللي راح يهيئ البكالوريا تاعو لا يمكن أبدا أن نوضع له أستاذ مستخلف، لابد من أن يكون أستاذ له خبرة لتوصيل المعلومات للتلميذ، لأن التلميذ من مرحلة ثانوية يتطلب له أستاذ ذو خبرة وتجربة. نعم. كما لي ناس مثلا مدرسة، اسمحي لي أختي إيمان، المدرسة تكوين الأساتذة تاعي ناس، لازم يكتروا الأساتذة اللي يكونوا عندهم خبرة. نعم أكيد. فيما يخص ربما التحضير للدخول المدرسي، هل ربما البرنامج سيشرع فيه بداية من الدرس الأول؟
لا، البرنامج الأسبوع الأول دائما هناك لازم استقرار. لماذا؟ الاستقرار لأن التلميذ يدخل، الأستاذ لازم يتعرف على التلاميذ تاعه وهما يتعرفوا عليه أولا، لازم يأخذ معلومات عليهم، لازم أولا ينظم روحه كيفيته، لازم يكون أدوات موحدة تاع التلاميذ. مستحيل مستحيل أن نقوم درس أول على أول وهلة، يستحيل. لا، ليس من اليوم الأول، إنما يتم استغلال الأسبوع الأول. استغلال، هناك درس نموذجي، لكن احنا في المدرسة الجزائرية ما زلنا أن الأسبوع الأول لا يتم استغلاله، أن التلميذ باش يهيئ نفسه، يعني ما يكونش مهيئ نفسه قبل الدخول المدرسي، إنما يدخل هذيك الأسبوع الأول على باله بالأسبوع الأول ما حاش يقرأ فيه، يبدأ يستنى كل أستاذ يعطي له قائمة تاع الأدوات، يعني تروح أسبوع يستنى الأستاذ التلميذ حتى يقتني الأدوات. لماذا لا يكون هذا ربما يتم تحضير هذه الأمور قبل الدخول المدرسي، تعطى القائمة الكاملة للتلاميذ؟ هي أخت كريمة مسألة نظامية فقط، وهذا ما يشي الوزارة اللي تفرض على المؤسسة، لكن كل مؤسسة تأخذ المبادرة هذه وترسل إلى الأولياء قائمة الأدوات مثلا، قائمة الكتب، تفتح أبوابها في شهر أوت. لكن في شهر أوت كل مؤسسة مغلوقة، لو يأخذوا مبادرة أسبوع أو أسبوعين قبل الدخول المدرسي ويقولوا للأولياء نحن يعني نستقبل الأولياء في شهر أوت لاقتناء الكتب ولتسليمكم مثلا قائمة أدوات وللاستفسار عن كيفية الدخول. لما نهيوا هالظروف، لكن يبقى البيداغوجيات من شأن الأستاذ، لازم الأستاذ يجي ويعرف كيف يتعرف على الأقسام تاعه أولا، ما عندوش قسم واحد، عنده خمس أقسام أو أربعة، إذن لازم يتعرف على الأقسام تاعه ويتعرف على التلاميذ تاعه ويتعرف على جدول التوقيت تاعه أولا، ثم يحضر نفسه للدخول في أول درس. لكن هذا لا يستدعي أن يكون عنده أسبوع كامل حتى يروح يضيع الأسبوع الأول دون الاستغلال هذا الأسبوع. نعم. لتقدم في البرنامج الدراسي. أعود إليك أستاذ سعيد بن سالم فيما يخص هذه النقطة، استغلال الأسبوع الأول من الدخول المدرسي للتقدم في البرنامج الدراسي حتى ما يكونش في اختلال نهاية السنة ما وصلناش ما كملناش البرنامج وغيرها من النقاط التي يطرحها حتى الأساتذة والتلاميذ على حد سواء. شكرا. هو بالنسبة لاستكمال البرنامج فهناك تعليمات على أن هذه السنة سوف تكون سنة استكمال الأسابيع المذكورة في القانون التوجيهي واللي هي 32 أسبوع دراسة إن شاء الله بدون الأسابيع التقييم. فعادة في الأسبوع الأول فإحنا برامجنا الآن في تؤكد على أن الأسبوع الأول ربما يستغله الأستاذ في تقويم تشخيصي يشخص المكتسبات التلاميذ في كل مادة، كل أستاذ يشخص مكتسبات التلاميذ في كل مادة وحتى يستطيع انطلاقة حقيقية. وهذا الأسبوع مذكور حتى في البرامج، يعني في توزيعات البرامج، وبالتالي فإذا كان استغلوا في هذا الأمر راح يكون استغلوا فعلا في الدراسة، لأنها تعتبر أيام محسوبة في البرنامج من تقويم التشخيصي، التعرف على التلاميذ إلى غير ذلك، وهذا ما نأمله من أساتذتنا. نعم. فيما يخص عفوا أستاذ سعيد بن سلم، فيما يخص نقطة أود لو تكون فيها ربما مراجعة لهذه النقطة، توزيع المحافظ والكتب المدرسية، لماذا لا يتم قبل الدخول المدرسي أو حتى في الأسبوع الأول من الدخول المدرسي حتى يكون بوسع كل التلاميذ يكون عندهم الكتب المدرسية والأدوات المدرسية في الأسبوع الثاني من المدرسة من الدخول المدرسي؟ نعم، أعطي التعليمات خاصة بالنسبة لتوزيع الكتاب المدرسي على أن يتم توزيعه قبل الدخول المدرسي. وهل تم مشروع في ذلك؟ نعم، توزيعه أولا على المؤسسات قبل الدخول المدرسي وتوزيعه على التلاميذ في الأيام الأولى من دخول الإدارة إلى المؤسسة في الأسبوع الخاص بالإدارة والأساتذة. وكان يعني كثير من المؤسسات أعطت الكتب المدرسية للتلاميذ في هذه الفترة، وكثير من الأولياء اقتنوا يعني الكتب المدرسية في هذه الفترة.
بقي أن نشير إلى أن وهذا مهم جدا أن الكثير من التلاميذ وهو حوالي 50% من التلاميذ يستفيدوا من الكتاب مجانيا، وبالتالي يعني بعض التلاميذ ربما يتأخروا خاصة اللي يجيوا جدد بالنسبة سواء للمتوسطة أو للثانوية ويكونوا من المعوزين أو يكونوا من أبناء عمال التربية. نعم. أو في السنة الأولى ابتدائي، فهادو ربما يتأخروا لمدة أسبوع أو في خلال الأسبوع الأول من الدخول المدرسي. نعم، أود أن أطرح سؤال على الأستاذ عبد الحكيم زيتوني. ابقى معنا أستاذ سعيد بن سالم. أستاذ حكيم زيتوني، استمعت الآن إلى ما قاله أستاذ سعيد بن سالم أنه تم توزيع الكتب المدرسية على كل مؤسسات التربوية أسبوع قبل الدخول المدرسي. هل ربما ستقومون بتوزيع أو تتمكنوا من توزيع الكتب المدرسية خلال الأسبوع الأيام الأولى من الدخول المدرسي؟ نعم، هذه في كل سنة يعني نوزع الكتب عادي. في بعض المؤسسات يكون في تأخر لتوزيع الكتب المدرسية للتلاميذ، حتى أنه يوجد أنه نفسه في الأسبوع الثاني وما زال ما تحصلش على الكتاب دياله. لا، هذه قليل في بعض المؤسسات فقط، ولكن أغلبية المؤسسات يكون عندهم كتب متوفرة كما قال الشيخ بن سالم، ما كانش مشكل في التوزيع. ولكن في شراء الكتب بعض التلاميذ ما يقتني، وحتى الأب يخلص مثلا تلحقوا الشهر يقول كان مازال. هل في إمكانية ربما منح الكتاب؟ يعني نعطي الأولوية لدراسة التلميذ، يعني حتى يمشي البرنامج نقدر نمد مثلا التلميذ مقابل تعهد بأنه راح مد الكتب مقابل أنه سيدفع لما يكون عنده دراهم يقدر يخلص الكتاب. هذه المصالح الاقتصادية ما يقدروش يأخذوا المبادرة إلا إذا كان تعليمها من الوزارة. قال مدوا التلاميذ. أستاذ بن سالم، إذا كان الوزارة ممكن أن تحمل مسؤولية هذا الشيء. نعم. أستاذ بن سالم. نعم. هل يمكن ربما فيما يخص التلاميذ اللي دخلت على الأولياء تاعهم شوية ضعيف، اللي ما يقدروش يقتنيوا الكتب مع بداية الدخول المدرسي، يستنى يقول حتى يدخل ربما يخلص الوالد ولا الوالدة ديالو باش يشري الكتب، هل ممكن تكون مبادرة من وزارة التربية أنه تسمح للأولياء التلاميذ هذوما يتحصلوا على الكتب مقابل تعهد أنه سيدفع ثمن الكتب يعني مستقبلا، يعني بعد ربما أسابيع من الدخول المدرسي؟ هو يعني الدولة الجزائرية لم تدخر جهدا في دعم تمدرس التلاميذ، وإذا كان قلت أن أكثر من 250,000 و100,000 تلميذ يستفيدوا من الكتاب مجانيا، فمعناه أن الباقي من بين هذا 250,000 كان أكثر من 3,000,000 معوز، يعني اللي دخل تاعهم ضعيف، وبالتالي فالبقية من التلاميذ إلى جانب الكتب التي تمنح مجانيا، يعني في تلاميذ لا يستفيدون من ذلك الكتب التي تشترى. أقول لك لأن بعض التلاميذ يشتروا الكتب من زملائهم، وبالتالي فإذا كان ما تبعوش الكتب في المدرسة فكثير من التلاميذ يعطيوا لهم يعني الإخوان تاعهم الكتب المستعملة سابقا، وبالتالي بالنسبة اللي يقتنيوها عن طريق الشراء فما نقدروش نحكموا على نسبة تسديد الكتاب، وإنما معظم التلاميذ نقولها أن يكون عندهم الكتاب في بداية الدخول المدرسي، إلا اللي حب يتأخر وحده، يعني الكتاب موجود في المؤسسة فمن أراد أن يشتري فله أن يشتري، ولكن كثير منهم واللي ما يقدرش. عفوا أستاذ سعيد بن سالم، اللي ما يقدرش يشري كتاب في مع بداية الدخول المدرسي لأنه لاحظنا أنه جاز رمضان الصيف والدخول المدرسي لازم له أدوات وغيرها وبعدها عيد الأضحى، يعني العائلات نعم تكون في ربما في موضع حرج. نعم، لأننا احنا هل ربما يكون فيه ربما إجراء يعني تتطوع به من وزارة التربية منح تعهد للتلميذ أنه يتحصل على الكتابات بعدين يتحصل على الكتاب مقابل تعهد أنه راح يخلص هذه الكتب المدرسية بعد ربما أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع حتى شهر؟ ولما لا، هذه إجراءات محلية يستطيع أن يبادر، وهذا الذي نسعى إليه في وزارتنا، أننا نترك بعض المبادرات الجميلة مثل هذه الأفكار إلى المؤسسات، إلى مدير المؤسسة ومدير التربية على مستوى ولايته، على أن
تكون هذه المبادرات فعالة في الميدان وتؤدي بالفعل إلى سيد عبد الحكيم زيتون يقول ما يقدروش، يقول لك المؤسسة التربوية، عفوا أستاذ سعيد بن سلم، أستاذ عبد الحكيم زيتون يقول لك بأنه ما نقدروش ناخذ مبادرة كهذه بدون موافقة وزارة التربية، وزارة التربية الوطنية. لا، هي موافقة الوصاية المحلية، لأن مدير التربية عنده كل الصلاحيات وهو ممثل الوزير في ولايته، ويمكن أخذ هذه القرارات إذا كان شاف أنها الكثير من ولكن أظن أن هذه الحالات ستكون حالات قليلة، لأن قلت لك ليدي مجانيين هم الأغلبية، والكثير منهم يقتني الكتب من عند زملائه ومن عند إخوانه أبقوا يعني، وحتى كاين مبادرات أنها تضامنية، أن الكثير من الناس يعني فاعلي الخير يشريوا الكتب المدرسية ويقدموها مباشرة إلى بعض التلاميذ الآخرين اللي ما يتحصلوش على الكتاب المدرسي مجانية. نعم، إضافة إلى الكتاب المدرسي أعود إليك أستاذ عبد الحكيم زيتوني فيما يخص الاكتظاظ في الأقسام، هل ربما نشهد هذه السنة أيضا هذه السنة الدراسية اكتظاظ في الأقسام بما أن وزارة التربية اتخذت كل الإجراءات وقامت بإنشاء مؤسسة تربوية جديدة؟ نعم، هل سجلتم هذا الاكتظاظ هذه السنة في المؤسسة؟ نعم، شوف، أولا دخول مدرسي، هناك دخول مدرسة اجتماعي ثم نفساني، اجتماعي يخص الأولياء مدى تحضيرهم لاقتناء الأدوات أولادهم أو الكتب أو حتى اللباس، وهناك دخول نفساني للتلاميذ يخص التلميذ ومدى جاهزية التلميذ في الدخول ومدى ما تلقاه من الأولياء من نصائح من الأولياء، وهناك دخول بيداغوجي هذه خاص بالأسرة التربوية من وزارة إلى مديرية إلى مؤسسة وإلى عمال التربية. كيف راح الوزارة لها مهام هي تهيئة أرضية لكي لتسهيل الدراسة على التلاميذ والامتصاص غضب الأساتذة والنقابات وإلى آخره، لأن التأخير لا يكون، كل دخول مدرسي اجتماعي ونفسي والبدا لازم يكون مرتبطين. نعم. لو كل جانب يكون عنده مشكل تعرق الجانب الاخر، اذا البيداغوجي هو الاساس في هذا. قلنا لما نهيوا الارضيه للتلميذ واش معناتها نقصده ان نقلص الاكتظاظ داخل القسم باش التلميذ يتحصل يكون يقرا في ظروف يدرس في ظروف جيدة، ما يكونش اكتظاظ. لما نشوف تلميذ، نعم، أخت إيمان، لما نشوف تلميذ 25 يقرأ في 25 عدد في قاعة فيها 25، الأستاذ يقدر يدي المهام والتلميذ يقرأ في ظروف جيدة، وعكس 50 واحد داخل القسم. لا، 70 وصلت يعني حتى ل 70. نعم، لا 50 هنا لا يمكن الأستاذ، لأن الأستاذ عنده 5 أقسام. لو كان كل قسم فيه 50، والتلميذ ما يقدرش يستوعب منها من الفوضى تاع الشباب تاع درك، راه ماشي كما الشباب تاع زمان، شباب شويه خفيف. إذن لهذا الوزيره قررت او اعلنت عن امكانيه اللجوء الى نظام الدوامين والاعتماد على اقسام التوسعه. تفضل فيما يخص نظام الدوامين استاذ، اسمحي لي سيده ايمن، نظام الدوام خاص بالابتدائي، ما هوش الثانوي. انا نهضر على الثانوي، لما السنه النهائيه احنا بازي توجو على الناس اللي يتقدموا البكالوريا. هذا كي يكون اكتظاظ لازم خلق افواج تربويه خاصه للنهائي. هذا يمكن بلا ما نفتحوا منصب نقدروا نخلقوا الاستاذ، نقسموا نديروا افواج خاصه يكون عندهم غير المواد الاساسيه، ونقلصوا من عدد التلاميذ في الأقاعات. نعم، في الأبواج العادية. نعم، أستاذ سعيد بن سالم، فيما يخص ذكرتم نقطة فيما يخص أقسام التوسعة، ماذا تقصدون بأقسام التوسعة؟ طبعا عندما نتكلم على التعليم الابتدائي، فإضافة حجرات في مؤسسات وفي مدارس موجودة نقصد به أقسام التوسعة. يعني هناك مكان شاغر في داخل المدرسة، فإضافة قسم أو قسمين، بناء يعني قسم أو قسمين بدون ما أن
نفتح مدرسة جديدة، فهذا اللي نقصده في أقسام التوسعة. نعم، إذن هل ترون بأن هذه الأقسام التوسعة ستحل مشكل الاكتظاظ في حتى في مؤسسات الثانوية؟ لا، هو بالنسبة للتعليم الثانوي فعادة نتكلم على مؤسسات جديدة، وهذه السنة سجلنا حوالي 123 ثانوية سوف تفتح إن شاء الله لاستقبال التلاميذ، وهو عدد لا بأس به من سنة يعني من المؤسسات. ونفس الشيء بالنسبة حوالي 105 متوسطة. بالنسبة للتعليم الثانوي فإحنا ضمانا لتمدرس أكبر عدد من أبنائنا اللي ما نجحوش في البكالوريا، فكما قال الزميل فنلجأ إلى الأقسام الخاصة وين يدرسوا إلا المواد الأساسية، وبالتالي نقلص من تواجدهم بالمؤسسة. جيد. التعليم الثانوي، التعليم الابتدائي العكس من ذلك، فنلجأ إلى نظام الدوامين، سواء الدوام الجزئي أو الدوام نعم. الكلي. نعم. أو الدوام الكلي، ولكن هذا موجود في بعض المؤسسات وبعض المدارس فقط، ولا يمثل مثلا نظام الدوامين الكلي حسب نعم. لا يمثل إلا حوالي 5% من نعم. مدارسنا على المستوى الوطني. نعم، أستاذ سعيد بن سالم، سؤال أخير فقط وباختصار من فضلك، هل تم تعميم تعليم اللغة الأمازيغية كما ذكرت وزارة صرحت وزارة التربية قبل يعني أسابيع عن تعميمها من 11 إلى 20 ولاية؟ هل تم شروع في هذه الإجراءات، وربما سنشهد مع هذا الدخول المدرسي بداية التعليم اللغة الأمازيغية في 20 ولاية؟ وهذا تحدي رفعته معالي وزير التربية الوطنية، وتحقق بإذن الله أننا تمكنا من إيجاد حوالي 20 ولاية يدرسوا الأمازيغية. ومتى ستبدأ الولايات التي كانت تدرس الأمازيغية؟ قمنا بتوسيع المؤسسات التي تدرسها، وكان في للإشارة نشير إلى أن الكثير من الأساتذة وظفوا في هذه اللغة، فمثلا نعطيك في الابتدائي حوالي 61 أستاذ تاع اللغة الأمازيغية يعني جدد، وبالتالي فهذا شعار داخل في الإنصاف، فرفعته الوزارة وتحقق بإذن الله إن شاء الله. هل بدأ تم البدء في التدريس باللغة الأمازيغية؟ يعني هل تم برمجته لهذا الدخول المدرسي إن شاء الله؟ نعم نعم، جميل. لهذا الدخول المدرسي إن شاء الله في الولايات نعم. التي ذكرناها واللي هي 20 ولاية، سيكون أقسام في الابتدائي وفي المتوسط وفي الثانوي إن شاء الله باللغة الأمازيغية إن شاء نعم. الله نعم، ونحن نتمنى أيضا دخول مدرسي موفق إن شاء الله لكل التلاميذ والأساتذة، وهذا ما نتمناه إن شاء للجميع الله، إن شاء الله. ودخول موفق للجميع، وهذا إن شاء الله. عرس يجب أن نتضامن معه كلنا يعني المجتمع إن شاء الله. وهذا هو موضوع الدرس الافتتاحي الذي سيكون غدا، التضامن بكل إبعاده إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ سعيد بن سالم المفتش العام للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية، شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم. العفو، أعود إليك أستاذ عبد الحكيم الزيتوني المستشار التربوي، ربما نصائح تقدمها للتلاميذ الذين سيلتحقون غدا بمقاعد الدراسة وباختصار من فضلك. إن شاء الله ننصح التلاميذ أولا الدخول راح ما يكونش الدخول المدرسي، هذا راح يكون إن شاء الله فالخير إن شاء الله للآخر للتلاميذ. أنا ما يخوفنيش تلاميذ، لأن التلاميذ يمكن أنهم جايين باش يدرسوا مساكن، هما طبعا هما يتخوفوا من وضعيه المؤسسات. اولا اضرابات هذه ان شاء الله نتمنى النقابات تاخذ الامور بجديه وينقسم الاضرابات هذه لتفادي الوقوع في اخطاء السنه الماضيه، ونخلوا التلاميذ يحضروا البكالوريا تاعهم، يحضروا الامتحانات تاعهم سواء في المتوسط او تاع السيزيام، يحضروها بكل راحه. ونطلب من الوزاره ان القرارات الارتجاليه هذه تاع لي سيبوزيسيون نو يفو با، الانسان لازم يهبط الميدان ويشوف مشاكل وراه الحقيقيه اللي يعانوا فيها التلاميذ او الاساتذه وحلها، يعني نوجدوا الارضيه للقضاء عليها في السنه المقبله. ونتمنى كل الاسره التربويه
من وزارة ومديرية وكل الأبناء إن شاء الله دخول مدرسي موفق إن شاء الله، ونتمنى لهم النجاح لكل أبناء الوطن إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق لكم أستاذ عبد الحكيم الزيتوني المستشار التربوي، وأيضا للجميع عمال التربية من تلاميذ وحتى الإداريين وكل عمال المجال أو قطاع التربية. شكرا للاستضافة، بارك الله فيكم. العفو.